خطوة عزيزة يا ماهي، ازيك وازي بابا وازي ماما؟ الحمد لله يا دكتور، بيسلموا عليك. رؤوف خطيب، اهلا وسهلا، تشرفنا. اهلا بيك. وامتى هناكل الملابس؟ قريب ان شاء الله. اتفضلوا. ايه في ايه يا عروسة؟ والله يا دكتور بيجي لها صداع دايما. صداع؟ صداع ايه؟ الامتحان ونجحت فيه، والبكالوريوس وخدتيه، صداع ايه بقى؟ اسمحي نشوف الضغط. الضغط كويس. امتى حسيتي بالصداع؟ مش فاكره بالظبط، من مدة كده. آخر مرة كان إمتى؟ النهاردة، عشان كده رؤوف صمم بنجيلك. قولي لي يا ناهد، أنت بتشتكي من ألم في عينيكي؟ بتتعبي من القراية؟ لا. آخر مرة كشفت على نظرك إمتى؟ من سنة تقريبا، وكان 6/6. طبعا العينين دي هتكون إيه غير 6/6؟ الهضم كويس؟ أيوة دكتور. جايز نتيجة إجهاد أو توتر نفسي. أنا كتبت لك على الدواء ده تاخديه 3 مرات بعد الأكل. في دواء تاني. إيه؟ بس من غير روشتة. فسحة حلوة في الهواء. ولا إيه رأيك يا أستاذ رؤوف؟ يا سلام على روشتة الدكتور فؤاد. كان لازم نروح له من زمان. عشان عم يرضى إننا نخرج لوحدنا. بكرة إن شاء الله هنكون دايما مع بعض، لا نحتاج للدكتور فؤاد ولا إذن من بابا. أظن نروح بقى، إحنا اتأخرنا قوي. إيه ده؟ أنت عاوزة تزعلي الدكتور فؤاد؟ بعدين هقول إنك مش ماشية على روشيتا. ما أنا ماشية أهو. فاضل حاجة كمان عشان العلاج يتم. إيه تاني؟ فنجان شاي بعد المشي وقرصين جاتو. مرة جينا في رحلة زمان وكان المدرس كشر قوي، ما رضيش دخلنا الا بالعافية. ليه؟ قال لنا عيب للكبار فقط. وبعدين لما دخلنا لقينا كلهم ماسكين ايدين بعض. يمكن كانوا خايفين يقعوا في المية. انا كمان خايف اقع في المية. رؤوف مش نقوم بقى؟ سليمان زمانه طق. يا ريت يا ستي، يا ريت يطق. مع السلامة يا رؤوف. مع السلامة. وصل البيه سليمان. حاضر. عارف لو ما بعتش كل يوم جواب؟ عارفه انت لو ما رديتيش على جواباتي؟ هنشوف. باي باي. مع السلامه. جهز لي الحساب لو سمحت عشان مسافر بكره الصبح. حاضر يا فندم. الو، اوتيل شهرزاد، اديني رؤوف كامل من فضلك. تليفون عشانك استاذ رؤوف. الو، ايوه انا رؤوف. مين اللي بيتكلم؟ انا مرف. في حد ما يعرفش ميرفت؟ ممكن تعرفني لو حبيت، خصوصا ان معايا حاجة بتاعتك. حاجة ده فارس وماسك سيف. حذر يبقى ايه؟